طيب دكتور مصطفى، معلش يعني معلش يعني اللي عرضناه من شويه فعلا طلع انه الدكتور شريف دلاور، وانا اعرف الدكتور شريف يعني عندي معلومات عنه، وهو رجل محترم يعني. نعم. وان كنت شبهته بانتوني كوين انا بعتذر له، بس انتوني كوين راجل انا بحبه جدا جدا جدا. الدكتور شريف دلاور بيقول انه اللي حاصل في مصر في الفيديو ده، كان بيقول اللي حاصل في مصر ده لا يعبر عن مستوى الاقتصاد المصري حقيقه، ولكن هو مسألة شح دولار. فإلى أي مدى بقى، خلينا نناقش الدكتور شريف دلاور، هل فعلا ما يحدث الآن من الدولار ليس غير معبر عن مستوى الاقتصاد المصري الحقيقي؟ وهل مستوى الاقتصاد المصري أحسن من كده؟ الحقيقة السؤال ده صعب يا أستاذ محمد إن أنا أجيبه حقيقة يعني. ليه؟ سأل عشان أقدر أقول لك هل أنا موانا دلوقتي، هل ما يحدث في السوق في مصر الآن هو مضاربات؟ نعم، دي إجابة حقيقية. هل إحنا كحكومة نستطيع إن أنا أوفر الدولار للناس؟ الإجابة لا. فعشان تقدر تقول توصل لخلاصة إن السعر صرف الدولار الآن مش هو السعر الحقيقي، وإن هذا السعر مبالغ فيه، لازم أطمن إن الحكومة عنده فائض دولاري جوه البنك المركزي يدي للبنوك، سواء بقى الفائض ده جايبه عن طريق قروض جديدة من صندوق النقد الدولي، من أوروبا، من أي مكان، بحيث تقدر تغطي لي فجوة الدولار اللي جوه السوق. إذا أنت وفرت له الدولار جوه السوق، والمواطن المصري أصبح ثقة في النظام أو ثقة في الحكومة أو ثقة في البنوك، مش هيخزن دولارات. يعني أنا بكرة يا أستاذ محمد لو أنت رفعت سعر الفايدة في البنوك في مصر، وقلت للناس انا هديكم فايده على الدولار في مصر، وقلت للناس اطمنوا على الجنيه المصري انا مش هعمل تعويم، ممكن جدا الدولار بكره ينخفض في السوق. لكن انا زي ما قلت لحضرتك، المواطن فاهم اللعبه، فاهم كويس قوي انك وعدته قبل كده انك هتوصل الدولار ل 4 جنيه في 2016 و2017 وفشلت فيها، ووعدته ان الاسعار هتستقر بعد 6 شهور وبعد سنه وما نجحتش فيها. فأصبح عند المواطن المصري البسيط، سواء رجل أعمال، طبيب، مهندس، ما شاء، أصبح عنده ثقة إن الحكومة دي لن تفي بوعدها ومش هتقدر تحافظ على الجنيه، وعلشان كده الدولار هيرتفع، وكل المصريين بيحاول يحتفظ بثروته كدولار أو كذهب أو كريال بعيدا عن الجنيه المصري، لأن ما فيش ثقة في الجنيه المصري. أنت تخيل فلوسك الصبح خسرت نص فلوسك، تخيل ان انت عايش بره وحولت فلوسك لمصر، حولتها دولار وحولت الدولار لجنيه، لما حولت الدولار لجنيه لما كان ب 8 جنيه لقيت الدولار بقى ب 16 جنيه، نص فلوسك راحت. واللي حول فلوسه دولارات لما الدولار بقى ب 16 جنيه في 21 في 2016 2021 عمل تعويم تاني، نص فلوس الناس راحت. فانت عملت تدمير لثروات الناس، وعملت عدم ثقه بين الناس وبين الحكومة وبين البنوك. فعلشان كده مش بالسهل أبدا تقدر تقولي لا والله ده ممكن جدا أقدر أنزل جنيه في السوق والجنيه هيسوي 4 دولارات، هذا لا يمكن لك في فترات الأزمات. لازم لك فترة هدنة اقتصادية أطمن الناس إن أنا صادق في وعودي، أدي اقتصادكم بيتحسن، أدي الأسعار بترخص. لو ده حدث الناس هتبدأ تتخلى عن الدولار اللي معاها ويبدأ الدولار ينخفض، ممكن جدا زي ما حضرتك قلت ممكن يوصل لعشرين جنيه، صحيح ممكن، بس الكلام ده امتى؟ لابد على الأقل 3 سنين قدامي عشان أشعر المواطن إن الأسعار بترخص. لكن مش معقولة أبدا إن كيلو السكر بيوصل لخمسين جنيه، أو علبة السجاير تمنها يوصل لمية جنيه، أو كيلو الرز يوصل لتلاتين جنيه، كل دي أسعار مبالغ فيها. طب أنا كحكومة فين دوري؟ الحكومة دورها الأساسي مش تنتج، دورها إنها تساعدني إن أنا أنتج، ولو فتحت لي هي الباب إن أنا أنتج أقدر أضمن لك وباطمئنان إنك أنت تنجح. إحنا عندنا تجربتين اتنين في العالم يا أستاذ محمد. أثناء الحرب العالمية الأولى الإنجليز حبوا يدفعوا مصاريف الحرب، فقاموا رافعين الضرائب على تجار الحرب، جماعة المصانع اللي بتنتج رفعوا الضرائب عليها عشان يمول الحرب. الألمان عملوا ما تعرف بسندات الحرب، وبدأ يخلي الناس تدفع للحكومة عشان يمول الحرب في ألمانيا في الحرب العالمية الأولى 1913. ثم الحكومة الألمانية بدأت تطبع فلوس، خلال 5 سنين
الفلوس اللي كانت في السوق بين ايدين الناس 5 أضعاف اللي كانت عليه قبل الحرب. لما عمل كده انهار المارك الالماني 1921، انهار المارك الالماني انهيار مريع جدا. ليه؟ لان الحكومه طبعت فلوس. هل انا في مصر الان ما بطبعش فلوس؟ لا، بنطبع فلوس. هل الحكومه في مصر ما بتستدينش؟ لا، بتستدين. هل الحكومه في مصر عليها اعباء مستقبليه سواء دين خارجي ودين داخلي؟ نعم، عليها اعباء. يبقى اقتراح استاذنا الدكتور شريف للاسف الشديد مش هينجح الا اذا انا عالجت الاختلالات دي. لو انت قدرت قلت لي يا مصطفى انا هضمن لك ان مش هيكون عليا ديون لمده 2 سنين، هضمن لك ان انا مش هدفع اقساط ديون، هضمن لك ان انا مش هقترض اي قروض جديده، اقول لك فعلا الاقتراح ده ممكن ينجح. لكن اذا انت رحت عملت عمله جديده وغيرت العمله وخليت فعلا الجنيه المصري يساوي 4 دولارات، اديها فتره زمنيه بسيطه جدا وسيقفز الدولار مره اخرى. لان هي معادله بسيطه جدا يا استاذ محمد، معادله اذا حجم انتاجك بيساوي كميه الفلوس اللي في الاقتصاد هتشعر عندك بشيء من الاستقرار. لكن والله اذا انت الفلوس بقت في السوق اكتر من الاقتصاد بتاعي او اكتر من السلع اللي موجوده في الاقتصاد، مباشرة سترتفع الأسعار.